خلينا ناخذ السلام عليك كتبه كبيره نجي لحاجه ثانيه قريبه قريبه قريبه. السعير السعير وكوشو كوشو هم يلقوا الميكروفون ده ويلقوا هناك وهناك سؤال وما عندهم تجربه وما عندهم خبره غلمان في السياسه السودانيه ها فبذلك بيتكلموا حسب لم يجري عليها القلم لم تبلغ الحلم ولم يجري عليها القلم ذلك يجي اخر اخر ساعه شنو؟ لا شراكه لا تفاوض ولا مساومه مساومه ساري يا اخي ماذا شغالين يفتحوا مستر الله افتح الله مستر الله يوميا مساومه شغالين مساومه على اي حال مفتوح مزاج عالمي قرع عبد العباس عشان يجيش ومين مساومه ومساومه بالاجنبي خلي بالك يا جماعه السودان حق القروش دي ما بتجيب حقها مساومه بالدولار والدينار والريال والدرهم ان شاء الله في عاد مساومه حبيبي كسب على منو؟ قال لا مساومه لا تفاوض بتفاوضوا في منو؟ انتم بتفاوضوا بتلعقوا في متعسكر صباح مساء وبتحمسوا فيهم صباح مساء عشان تدخلوا القصر يا وهم لا مساومة قال لا مساومة ولا تفاوض لا تفاوض ولا شراكة مش شراكة انت ده تتكلم بطالي تجيب الحكومة بس اقول الحكومة الأولى انكسرت رقبتها والحكومة الثانية انقصت رقبتها الحكومة الثالثة دي دخلوكم السجن ساقوكم من ابنيكم كلكم ساقوكم العساكر من ابنيكم دخلوكم السجن طلعوكم من السجن أذلاء خانرين كامرين مساكين حيارة تاني رجعتوا تفاوضون الكلب مالو بيحاوروا في منو؟ بيحاوروا في منو؟ العساكر العساكر منو؟ اللي عملوا انقلاب 25 اللي عملوا انقلاب 25 اكتوبر ليه بتحاورون؟ ما قلتوا ما بنحاور لا مساومه ولا شراكه ولا تفاوض بتفاوضوا وبتساوموا ودايرين تشاركوا ما بتخلوها ما بتخلوا المشاركه ما شاركتوا ودخلتوا ما بترتاحوا وما بتعملوا ما بتعملوا وما بتمهلوا ماسكاكم من الله الله كسبوا ليه بتتبع الورع؟ بتتبع الورع ليه؟ بتتبع الورع ليه؟ ها؟ تدور الورع هسي الان لا مساومه مساومه شغال والشراكه شغال والتفاوض اها الكلام الكل مره بيقولوا لك المهم الكلام ده مهم احنا بنقوله كله مره ليه عارفين؟ لانه طبعا الناس دي يعني في نهايه جمعانا معانا الانسانيه فمن باب الانسانيه نحن حريصين على دم شهداء اكثر منهم